بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائي الطلبة، سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان دراسة دالة جذرية شاملة ورائعة للثالثة ثانوي رقم 1. أنصح به شعبة العلوم التجريبية والتقني الرياضي والرياضي، لأنها دالة رائعة وشاملة من أحد اختبارات يا أبنائي، حيث قال واحد روماني جي دالة عددية معرفة على آر بي، جي لإكس تساوينا ناقص واحد على اثنان زائد إكس على اثنان في جذر إكس مربع زائد واحد. واحد قال أحسب النهايات، يعني النهايات عند الناقص من النهاية والزائد من النهاية. ثانيا قال أدرس تغيرات الدالة جي أكيد على آر، ثم شكل جدول تغيراتها. ثالثا قال برهن أن من أجل ألفا ينتمي من ناقص واحد إلى صفر المجال مفتوح، فإن المعادلة جي لإكس تساوي ألفا تقبل حلا واحدا في آر. اثنين روماني قال لتكن F دالة معرفة على R B، F لX تساوينا ناقص واحد على اثنان X زائد واحد زائد واحد على اثنان في جذر X مربع زائد واحد. قال وليكن C منحناها في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس O E G. قال أحسب النهايات. ثانيا قال أدرس تغيرات الدالة F ثم شكل جدول تغيراتها. ثالثا قال بين أن المستقيم دي ذو المعادلة إيجراج يساوينا ناقص إكس زائد واحد مقارب مائل لسي بجوار ناقص ما لا نهاية. رابعا قال أدرس وضعية سي اللي هو هذا منحنى الدالة إف بالنسبة إلى المستقيم المقارب دي. ثم قال خامسا أنشئ بعناية المستقيم دي ثم المنحني سي اللي هو الممثل للدالة إف فقط أبنائي. إذن لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل. إذا ننطلق في الإجابة على السؤال الأول، قال أحسب النهايات. إذا نكتب هنا عنوان حساب النهايات للدالة أكيد جي، فتصبح لنا أولا ليميت جي لإكس لما إكس أولا يؤول إلى ناقص ما لا نهاية. نهاية ماذا أبنائي؟ نهاية ناقص واحد على اثنان زائد إكس على اثنان جذر إكس مربع زائد واحد. لاحظوا هكذا. أولا ننتبه جيدا أبنائي، عندنا هنا لو نعوض تعطينا ناقص ما لا نهاية، وهنا تعطينا زائد ما لا نهاية. ما لا نهاية على ما لا نهاية من حالات عدم تعيين، اللي هي ما لا نهاية على ما لا نهاية حالة عدم تعيين. الآن كيف نزيلها؟ تتابعوا نقطة نقطة أبنائي كي تتعلموا. تصبح لنا تساوي لنا ليميت ناقص واحد على اثنان زائد إكس المقام، لاحظوا أي تغييرات سوف نجريها، يصبح لنا اثنان في، نفتح هنا بالداخل، هنا بالداخل يمكن أن نستخرج إكس مربع عامل مشترك، بالداخل يصبح لنا إكس مربع عامل مشترك في واحد زائد واحد على إكس مربع هنا بالداخل، أعيد حتى تفهموا، أضرب هذا إكس مربع في واحد، إنه إكس مربع، إكس مربع في واحد على إكس مربع، يذهب الإكس مربع والإكس مربع نعود إلى أصل هنا زائد واحد. هنا دائما تحت الجذر هكذا هكذا أبنائي، لما إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية. لكن عندنا قاعدة في الرياضيات تقول جذر إكس مربع تساوي القيمة المطلقة لإكس. لاحظوا إذا فماذا ينتج؟ ينتج تصبح لنا تساوي لنا ليميت الإكس قلنا يؤول إلى ناقص ما لا نهاية لناقص واحد على اثنان زائد إكس على اثنان في القيمة المطلقة لإكس هكذا مضروبة في واحد زائد واحد على إكس مربع. لاحظوا هنا أبنائي، قلنا هذه الإكس مربع إذا خرجت من الجذر تخرج بالقيمة المطلقة، هذا هو المعروف في الرياضيات. لكن عندنا هنا كما تعلمون يا أبنائي أن القيمة المطلقة لإكس تساوي لنا قيمتان، تساوي لنا إكس إذا كان إكس أكبر أو يساوي صفر، وتساوي لنا ناقص إكس، قلت ناقص إكس إذا كان إكس أقل أو يساوي صفر. فهذا نحن بجوار ناقص ما لا نهاية، انظروا بجوار ناقص ما لا نهاية معناها يكون إكس أقل، فتخرج لنا هنا بناقص إكس، فيمكن أن نحذف هذه رمز القيمة المطلقة ونضع هنا رمز الناقص كما أشير، لأنه هنا قلنا القيمة المطلقة بجوار ناقص ما لا نهاية تصبح لنا ناقص إكس، حتى تفهموا الفكرة جيدا. الآن لاحظوا وانتبهوا معي أرجوكم حتى تتعلموا. ما علينا يا أبنائي إلا أنه هذا يذهب مع هذا لأن القاعدة بينهم هي في، فتصبح لنا تساوي لنا ليميت ناقص واحد على اثنان زائد واحد، لأن هذا لما يذهب مع هذا احذروا أن تقولوا أن يبقى في البسط صفر، يبقى في البسط واحد لأن نحن نختزل على ماذا؟ على
هنا لاحظوا ماذا يبقى لنا. يبقى لنا اثنان في ناقص في الناقص هذا، معناها هي ناقص اثنان. تصبح لنا هنا ناقص اثنان في جذر واحد زائد واحد على اكس مربع، مع قلنا دائما انه اكس يؤول الى ناقص ما لا نهايه. عندنا المعروف في الرياضيات انه ليميت واحد على اكس مربع لما الاكس يؤول الى الزائد او الناقص ما لا نهايه، كلاهما تعطي لنا صفر. لماذا؟ لان تصبح لنا واحد على ما لا نهايه انها صفر، معناها هذا سوف يأخذنا الى صفر. فلاحظوا ماذا سوف يبقى لدينا. يبقى لدينا ناقص واحد على اثنان، وهنا ركزوا الجذر، الجذر هذا جذر، ماذا يبقى لنا؟ جذر واحد. فجذر الواحد كم هو؟ انه واحد. تصبح لنا تبقى لنا الا هذا الجزء. لماذا ابنائي؟ لان يبقى لنا هنا الواحد، وجذر واحد كم؟ انه واحد. فتبقى لنا ناقص واحد على اثنان، لان هنا يبقى لنا انظروا ناقص واحد على اثنان، تصبح لنا ناقص واحد مع وناقص واحد على اثنان لان المقام واحد، تصبح لنا ناقص اثنان على اثنان وتساوي لنا كم؟ تساوي لنا ناقص واحد. اذا النهايه عند الناقص ما لا نهايه يا ابنائي انها كم؟ انها ناقص واحد فقط. بعدما اكملنا مع النهايه عند الناقص ما لا نهايه، ناتي بعدها لنحسب النهايه عند ماذا؟ عند زائد ما لا نهايه. فننتبه هنا نقطه نقطه ابنائي كي نتعلم، لاحظوا جيدا. إذا لاحظوا هنا نقطة نقطة، تصبح لنا ليميت ناقص واحد على اثنان زائد إكس على اثنان في جذر إكس مربع زائد واحد لما الإكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية. هنا أبنائي نفس الشيء، سوف نطبق هذه القاعدة أنه نستخرج هنا الإكس مربع المشترك ثم نستخرجه خارجا هنا، فيصبح يساوي لنا ليميت ناقص واحد على اثنان زائد إكس على اثنان في القيمة المطلقة لإكس في واحد زائد واحد على إكس مربع لما إكس قلنا يؤول إلى زائد ما لا نهاية. لاحظوا إلا أنه دائما قلنا أن القيمة المطلقة لإكس بجوار زائد ما لا نهاية، لاحظوا ماذا تعطي لكم؟ تعطي لنا إكس. فتصبح لنا هنا يمكن أن ننزع رمز القيمة المطلقة هكذا كما أشير وأكتبه بهذه الصيغة، ثم يذهب هذا مع هذا، فيصبح لنا ماذا؟ أصبح لنا لاحظوا، أصبح لنا تساوي لنا ليميت ناقص واحد على اثنان زائد واحد على اثنان في جذر، عفوا قلت في جذر هكذا، واحد زائد واحد على إكس مربع لما الإكس يؤول إلى ناقص إلى الزائد ما لا نهاية. المعروف أنه هنا واحد على ما لا نهاية إنه صفر، فركزوا ماذا يبقى لدينا أرجوكم. هنا عندنا الناقص نصف، إذا نكتبه هو ناقص نصف، لكن هنا لاحظوا ماذا يبقى لدينا؟ يبقى لدينا واحد على اثنان. لماذا أبنائي؟ لأن الجذر واحد هذا هو واحد، فتبقى لنا كم؟ تبقى لنا زائد واحد على اثنان، ناقص نصف مع زائد نصف يساوي صفر. إذا نهاية هذه الدالة جي اللي هي ليميت جي لإكس لما الإكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية إنها كم؟ إنها صفر فقط يا أبنائي. وعند الزائد ناقص ما لا نهاية اللي هي ليميت جي لإكس لما إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية، كم وجدناها؟ وجدناها ناقص واحد فقط أبنائي. إذن النهايات كما تلاحظون فقط أبنائي. بعدما أنهينا مع هذا الجزء أبنائي، سوف نتطرق إلى أدرس تغيرات الدالة جي. إذن نكتب هنا عنوان دراسة تغيرات أو اتجاه تغير، إذن تغيرات الدالة التي اسمها جي على مجال تعريفها. نقول هنا الدالة جي كيف هي؟ قابلة للاشتقاق على مجال تعريفها اللي هو على R، ودالتها المشتقة هي. ركزوا هنا جيدا أبنائي، هنا علينا أن نكون جد حذرين من هذه المشتقة. أصبح لنا جي فتحة لإكس تساوي مشتق هذا الناقص نصف يذهب، مشتق أي عدد يذهب. عندنا هذه كيف يمكن أن نكتبها؟ هذه يمكن أن نكتبها هو ناقص واحد على اثنان زائد واحد على اثنان في إكس على جذر إكس مربع زائد واحد. هذه الكتابة هي نفسها، معناها استخرجت هنا النصف عامل مشترك حتى لا يتعبنا فيما يخص المشتقة. عندنا قانون، إذا كانت عندنا لوندا في إف مشتقاتها هو لوندا في إف فتحة، معناها العدد إذا كان مضروب في دالة لما نشتق يا أبنائي يبقى يتبع ليس الزائد، الفي اللي هو أنا أقصد هذا، حتى تفهموا الفكرة جيدا. إذا فتصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا جي
فتحة لإكس تساوي واحد على اثنان، هذا يبقى يتبع. أما هذا مشتق هذا ثابت فليذهب إلى الصفر. ثم عندنا هنا عندنا دالة إي على في، مشتق ماذا؟ مشتق البسط في المقام ناقص مشتق المقام في البسط على المقام مربع. معناها تصبح لنا هكذا، مشتق البسط، ها هو مشتق البسط، إنه واحد، مشتق البسط واحد في المقام اللي هو إكس مربع زائد واحد. يقول أحدكم وهذا يا أستاذ، هذا قد قلنا في الأول أنه يبقى في الأول لأنه ثابت. مشتق البسط في المقام ناقص مشتق المقام في البسط. ما هو مشتق المقام؟ لاحظوا ثم على المقام مربع، لا ننسى هذا أن المقام مربع سوف نكتبه في هذا المكان. المقام مربع أكيد هذا إذا ربعناه، الجذر إذا ربع ماذا يحدث له؟ يذهب. فصبح لنا المقام مربع اللي هو إكس مربع زائد واحد، هذا لا نلمسه. نكمل الآن هنا، مشتق البسط في المقام، مشتق البسط هو واحد في المقام ناقص مشتق المقام. مشتق المقام هو مشتق الدالة، الدالة ما نسميها الجذرية، مشتق ما بداخل الجذر اللي هو اثنان إكس على اثنان في الجذر. إذن هكذا تقول القاعدة، ركزوا أرجوكم سوف أشرح كل شيء بالتفصيل. إذا كانت عندنا دالة F تحت الجذر قمنا بعملية الاشتقاق، فهي تقول F فتحة على اثنان في جذر F، يعني مشتق هذا الجذر هو مشتق ما بداخل الجذر اللي هو مشتق الإكس مربع هو اثنان إكس، ومشتق الواحد هو صفر، ها هو على اثنان، ها هو اثنان في عبارة الدالة هذه بالجذر. في الآن في البسط، في البسط ما هو البسط؟ ها هو في البسط، إذن على المقام مربع. أعيد حتى تفهموا الفكرة جيدا، مشتق هذا لن نلمسه اللي هو نصف، مشتق البسط واحد في المقام اللي هو جذر إكس مربع زائد واحد ناقص مشتق المقام، مشتق المقام هو هذه الدالة الجذرية، مشتق ما بداخل الجذر على اثنان في الجذر، مشتق ما بداخل الجذر هو اثنان إكس على اثنان في الجذر في، نعيد هنا في البسط. لاحظتم يعني لم أفعل شيء، أنا أطبق في قواعد الرياضيات فقط. أولا عندنا هذا يذهب مباشرة مع هذا بدون رجعة، فتصبح لنا تساوي واحد على اثنان، ثم نأتي هكذا وانتبهوا معي أرجوكم، هنا إكس مربع زائد واحد. أما هنا كذلك نضع خط هكذا لأني سوف أوحد شيء اسمه المقامات. المقام إذن المقام مشترك في هذا، في هذا الجزء، في هذا الجزء إنه جذر إكس مربع زائد واحد، فهذا مقامه كان واحد حتى يصبح له نفس المقام نضربه في هذا. إلا أن هنا لا ننسى أن هذه الاثنان من هنا والاثنان من هنا كما تلاحظون قد نزعتا، فتصبح لنا جذر إكس مربع زائد واحد الكل مربع. يقول أحدكم لماذا؟ لأن قلنا حتى نوحد له المقام معناه نضرب هذا في هذا، ناقص انظروا ها هو ناقص، ناقص إكس في إكس اللي هو إكس مربع. فتصبح لنا تساوينا جي فتحة لإكس تساوي واحد على اثنان، ثم نضع خط هكذا. فركزوا عندنا أولا هنا يذهب هذا مع التربيع كليا، انظروا ماذا يذهب، عفوا يذهب هذا كما أشير هكذا، لاحظوا هنا أنا أقوم بعملية المحي. فماذا ينتج يا أبنائي؟ أولا ها هو ذهب هذا مع هذا، الآن تبقى لنا كسر. إذا لاحظوا في البسط ماذا بقى؟ بقي لنا إلا العدد الذي اسمه واحد، هذا الذي بقي هنا. الآن كسر، كسر على كسر على كسر، القاعدة ماذا تقول؟ تقول الأول يبقى والثاني ينقلب، فأصبح هنا واحد على ماذا؟ على جذر إكس مربع زائد واحد في ماذا؟ في إكس مربع زائد واحد. لم أفعل شيء، أنا أطبق خواص الدوال الجذرية والكسور فقط أبنائي. أي ماذا؟ أي أن هذا هو واحد على جذر إكس مربع زائد واحد في مقلوب هذا، مقلوب هذا هو 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 واحد على إكس مربع زائد واحد. الآن لو نلاحظ إلى هذه القيمة إنها قيمة موجبة تماما، يقول أحدكم لماذا؟ لاحظوا عندنا هذا كيف هو؟ قيمة موجبة لا جدال. عندنا جذر إكس مربع زائد واحد هذا مهما كان قيمة موجبة، وإكس مربع زائد واحد مهما كان قيمة موجبة. يقول أحدكم لماذا؟ لأن عندنا إكس مربع في الرياضيات كيف هو؟ هو قيمة موجبة. تخيلوا لو نضيف من هنا اثنان ونضيف من هنا اثنان، فتصبح لنا إكس مربع زائد
عفوا اكس نضيف واحد، نضيف واحد اعتذر، نضيف واحد ونضيف واحد لان هنا عندنا الواحد اعتذر. يصبح لنا اكس مربع زائد واحد اكبر او يساوي لنا الواحد اللي هي اكبر تم من الصفر. معناه اكس مربع زائد واحد اكبر تم من الصفر. يمكن ان نجذره من هنا ونجذر من هنا، ماذا يصبح؟ يصبح لنا اكس مربع زائد واحد تحت الجذر قيمه موجبه تماما. لهذا هذه قيمه موجبه تماما وهذه قيمه الموجب تماما. واحد على الموجب يعطينا موجب مضروب في هذا العدد الموجب، اذا تصبح لنا موجب. اذا فتصبح لنا اشاره هذه المشتقه انها اكبر تم من الصفر. اذا ماذا نقول على الداله؟ نعطي مباشره نقول ومنه الداله جي كيف هي؟ متزايده تماما على ماذا؟ على مجال تعريفها اللي هو R فقط ابنائي. لماذا؟ لان قلنا جي فتحه لاكس قيمه موجبه تماما فهي لا تنعدم فقط، حتى نفهم الفكره جيدا. بعد ما انهينا مع هذا السؤال ناتي الان الى السؤال الذي جاء بعده، ثم شكل جدول تغيراتية. اذا نكتب هنا جدول تغيرات الداله جي على مجال التعريف. لاحظ هنا وانتبهوا معي ابنائي هكذا، ركزوا ارجوكم، ها هو هكذا كما اشير. اذا عندنا هذا الجزء المشتقى، وسوف دائما انصحكم باستعمال المسطره يا ابنائي حتى تكون اموركم جد منظمه. هكذا وهكذا. اولا عندنا مجموعه التعريف اكس من ناقص ما لا نهايه قلنا الى زائد ما لا نهايه. عندنا هنا جي فتحه لاكس اللي هو الجزء المشتقى. قلنا كيف هو؟ قلنا قيمه موجبه تماما. يقول احدكم مات هذا، ها هو امامكم. ثم عندنا شيء اخر اللي هو جي لي اكس. قلنا بما ان الزائد معناه نصعد هكذا. النهايات ما هي النهايات التي وجدناها؟ انظروا ها هي النهايات حتى لا تقول من اين. عند الزائد ما لا نهايه صفر، وعند الناقص ما لا نهايه ناقص واحد. اذا ما علينا الا ملء هذه الامور. اذا نكتب هنا ناقص واحد، وهنا ماذا؟ وهنا الصفر فقط ابنائي. لاحظتم؟ يعني الامر جد بسيط وهو منطقي ان نصعد من ناقص واحد الى الصفر فقط ابنائي. لو جئنا هنا وجدنا صفر وهنا ناقص واحد هذا غير مقبول في الرياضيات، لان من المستحيل ان يعني ان تصعد من الصفر الى عدد سالب فقط ابنائي. بعدما انهينا مع هذا السؤال ابنائي نتطرق الان الى سؤال اخر. قال برهن من اجل الفا ينتمي من ناقص واحد الى صفر فان المعادله جي لاكس تساوي لنا الفا. لا تقول هنا مبرهن قيمه متوسطه مباشره تحكم على هذا، نحن نعلم ان جي لاكس تساوي صفر عند الفا، لكن هنا اسمعوا جي لاكس تساوي الفا تقبل حل واحد في ار، ليس في المجال معنا الفا ينتمي، لا في ار. نسمع هنا جيدا الفكره من هذا جدول التغيرات. لاحظوا اذا نكتب هنا العنوان كعنوان الجواب البرهان ان من اجل اكس عفوا من اجل الفا، الفا ينتمي الى المجال من ناقص واحد الى الصفر فإن المعادلة جي لإكس تساوي ماذا؟ ألفا. يا أبنائي لا تساوي لنا صفر مثل ما تعتقدون مبرهن قيمة متوسطة. الآن ماذا تقبل؟ تقبل حلا كيف هو؟ وحيدا. لكن هذا الحل الوحيد ليس مثل ما نعرف أنه يكون محصور في مجال، لا، قال في ار. ركزوا أرجوكم. نقول بما أن الدالة، من هذه الدالة؟ الدالة جي كيف هي؟ مستمرة على المجال ها هو من هنا إلى هنا، إذا مستمرة على R، هذا الشرط الأول. وماذا؟ وركزوا هنا جي لإكس بين محصورة ما بين ماذا؟ محصورة ما بين الناقص واحد والصفر، مستحيل قيمها تتعدى من ناقص واحد أقل من ناقص واحد أو تصل الى الصفر. يعني هنا القيم حديه، معنى هو جي لاكس محصوره اقل من الصفر واكبر من ناقص واحد. ها هي، لان هذه تعتبر نهايات ليس قيم كما يعتقد البعض. اذا فهي تنتمي، اذا جي لاكس قيمها من ماذا؟ من ناقص واحد الى الصفر، اي نقول بلغه اخرى جي تاخذ قيمها في المجال ماذا؟ في المجال من ناقص واحد إلى غاية الصفر فقط.
وماذا هو جي؟ هذه كيف هي؟ متزايدة تماما على مجال تعريفها، على R، على R. إذا نقول، إذا اسمعوا جيدا، من أجل ألفا ينتمي من ناقص واحد إلى الصفر، ها هو الألفا، إذا اعتبرناه أنه ألفا يمسح من هذا المكان إلى هذا، لأنه نقل جي لإكس تساوي ألفا. تخيلوا هنا الألفا، ما هي القيم التي يمكن أن يأخذها؟ يأخذ ماذا؟ من ناقص واحد، أكبر من ناقص واحد بقليل وأصغر من الصفر. يمكن مثلا، أعطيكم مثال، أن يأخذ الألفا مثلا يأخذ ناقص نصف، ناقص 0.75، ناقص، المهم عدد محصورة ما بين أكبر تم من ناقص واحد وأصغر تم من الصفر. إذا نقول وجي متزايدة تماما على المجال R، ها هي أمامكم. إذا من أجل ألفا ينتمي من ناقص واحد إلى صفر، فإن للمعادلة جي لإكس تساوي لنا ألفا ماذا؟ تقبل حلا وحيدا ماذا؟ على R. يا أبنائي ركزوا أرجوكم. الدالة كيف هي؟ مستمرة من ناقص ما لا نهاية إلى زائد ما لا نهاية. وهو طلب منا أن جي لإكس تساوي لنا ألفا، معنى هذا ألفا له الحق أن يأخذ هذه القيم فقط. إذا كان جي لإكس يساوي لنا ألفا، فإن مهما كان هذا إكس يمسح الأعداد الحقيقية، فإن تبقى للمعادلة ماذا؟ تبقى للمعادلة حل واحد. كيف؟ أعطيكم مثلا هنا كذلك مرة أخرى سوف أشرح بالتفصيل. لاحظوا، لو نأتي الآن إلى الأمور البيانية، أعطيكم مثال بسيط. إذا جئنا هكذا وقلنا أن منحنى الدالة هذه مثلا جي جاء بها هكذا، أو يأتينا مثلا هكذا، اسمعوا جيدا نقطة نقطة أبنائي حتى تتعلم. لاحظوا هنا سوف أشرح بالتفصيل. إذا قلنا ها هو محور الفواصل، انظروا، ها هو محور الفواصل، وها هو إكس يساوينا إيكغراك يساوينا ناقص واحد، اللي هو ها هو إيكغراك يساوينا ناقص واحد، يساوينا ناقص واحد، وهذا بالأحمر هو إيكغراك يساوي صفر. المنحني إذا جاءنا هكذا مثلا، جاءنا هكذا، لاحظتم؟ سوف أرسمه بخط أوضح. إذا جاءنا المنحنى هكذا، تخيل لو نعطيه هنا مستقيم هنا أفقي، كم يقطعه من مرة؟ انظر، واحد. تخيلوا لو كان هنا، كم يقطعه؟ مرة واحدة. تخيلوا لو كان هنا، يقطعه مرة واحدة. تخيلوا لو كان من هنا، مهما كان هذا إكس يأتي من ناقص ما لا نهاية من هنا إلى غاية زائد ما لا نهاية، فإن هذا المنحني للدالة جي يقطع مستقيم أفقي في حل واحد مهما كان إكس. هذا من ناقص ما لا نهاية إلى زائد ما لا نهاية، فإن جي لإكس تساوي لنا عدد محصور ما بين ناقص واحد وصفر يقطعه مرة. انظروا هنا مرة، هنا مرة، معناه يقول هل يوجد مرة شكل آخر يمكنه مرتين؟ لو جئنا هكذا، هنا كم يقطعه من مرة؟ انظروا، مرتان. لكن المنحنى إذا كان بهذه الصيغة هكذا، الدالة متزايدة تماما، فكان يقطعه مرة. أما هنا الدالة متزايدة ثم متقيسة، لكن الدالة هنا عندنا في تمريننا هذه متزايدة تماما. إذا جي متزايدة تماما على مجال R. إذا من أجل ألفا ينتمي من ناقص واحد إلى صفر، فإن المعادلة جي لإكس تساوي ألفا تقبل حل وحيد على R، وكأنما مباراة قيمة متوسطة عكست فقط أبنائي حتى تفهموا الفكرة جيدا. بعدما أنهينا أبنائي مع هذا الجزء وشرحنا بالتفصيل المفصل، علينا أن نأتي الآن إلى الجزء الثاني. قال ثاني روماني، لتكن الدالة F هذه المعرفة على R كذلك من ناقص ما لا نهاية إلى زائد B، F لإكس تساوي لنا ناقص واحد على اثنان إكس زائد واحد زائد واحد على اثنان في جذر إكس مربع زائد واحد. قال وليكن سي منحناها البياني في هذا المعلم المتعامد والمتجانس. قال احسب النهاية. إذا ننطلق في الأول، نقول حساب النهايات. ركزوا أرجوكم، ننطلق رويدا رويدا. تصبح لنا ليميت الاف لإكس لما إكس قلنا يؤول إلى الناقص ما لا نهاية. لاحظوا أبنائي، هنا الكثير يقول يا أستاذ سوف نستعمل المرافق، لا تتعجلوا في المرافق أو ما أشبه ذلك حتى تلاحظوا ممكن لا يوجد أصلا حالة عدم تعيين هنا عند الناقص ما لا نهاية، تصبح تساوي. لاحظوا هنا، تخيلوا، عوضوا هنا بناقص ما لا نهاية، ناقص ما لا نهاية في ناقص هذا ماذا يعطي لنا؟ يعطي لنا زائد ما لا نهاية. عندنا هنا عوضوا بناقص ما لا نهاية، ناقص ما لا نهاية مربع هي زائد ما لا نهاية، جذر ما لا نهاية هو ما لا نهاية. إذا هنا ماذا يعطي لنا؟ أعطى لنا زائد
ما لا نهاية. والزائد ما لا نهاية مع الزائد ما ليس حالة عدم تعيين، إنها زائد ما لا نهاية. لاحظتم؟ يعني فيه من يتعجل فقط باستعمال وإزالة عدم التعيين، هو أصلا لا يوجد هنا حالة عدم التعيين. أعيد حتى تفهموا هذا الجزء، عوضه هنا بناقص ما لا نهاية في مضروبة في هذا العدد، في هذه الإشارة كم تعطي لكم هنا؟ تعطينا زائد ما لا نهاية، وهنا عوضوا بناقص ما لا نهاية مربع، هي زائد ما لا نهاية. جذر زائد ما لا نهاية ما هو؟ هو زائد ما نهاية، أعطت لنا زائد ما لا نهاية. زائد ما لا نهاية مع ليس في، مع زائد ما لا نهاية تعطي لنا زائد ما لا نهاية ليس حالة عدم التعيين، لهذا فلنحذر من هذه الأشياء. إذا مباشرة هنا لا نتبع عقولنا ونقول أنه تعطي لنا زائد ما لا نهاية. نأتي الآن لحساب حساب نهاية الدالة عند الزائد ما لا نهاية، إذا عند الناقص ما لا نهاية حكمت على أنها زائد ما لا نهاية. نأتي الآن إلى ليميت اف لإكس اللي هي نفس الشيء اللي هي العبارة هذه، ونلاحظ هل يوجد حالة عدم التعيين أم سوف نجد نفس السهولة التي وجدناها في الحالة الأولى. هنا إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية، لاحظوا وانتبهوا معي، تصبح تساوي. تخيل لو نعوض هنا بزائد ما لا نهاية، زائد ما لا نهاية في الناقص ماذا يعطي لنا؟ يعطي لنا ناقص ما لا نهاية، هذا الجزء وجدنا فيه ناقص ما لا نهاية. عوضوا الآن هنا بزائد ما لا نهاية، جذر زائد ما لا نهاية كم؟ إذا هذا الجزء نجد فيه زائد ما لا نهاية. الزائد ما لا نهاية مع ليس في مع الناقص ما لا نهاية حالة عدم التعيين. إذا ما علينا إلا التفكير في إزالتها فقط أبنائي. ركزوا هنا أرجوكم. لاحظوا وانتبهوا أرجوكم نقطة نقطة. عندنا أولا هذا لا يتعبنا أصلا. إذا يصبح لنا ليميت هذا الواحد بما أن لا يوجد له إكس سوف نستخرجه خارجا، تصبح لنا كم؟ تصبح لنا واحد ناقص واحد على اثنان إكس زائد واحد على اثنان في جذر إكس مربع زائد واحد، هكذا أبنائي لما الإكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية. انتبهوا أرجوكم، لم أفعل شيء، هذا الواحد قد يعني غيرت من مكانه في هذا المكان فقط، يعني قضية ترتيب، معناه حتى الآن ما زالت حالة التعيين موجودة. تصبح لنا تساوي لنا ليميت الواحد نستخرج هنا من هنا ومن هنا نستخرج النصف عامل مشترك، ويصبح لنا ناقص واحد على اثنان هكذا في، لاحظوا نقطة نقطة، قلت هل نستخرج الناقص؟ لا، نستخرج النصف أفضل. إذا هنا نستخرج واحد على اثنان، ركزوا تخيلوا ننزع هنا هذا، ماذا يبقى لدينا؟ يبقى لدينا ناقص إكس، ننزع كذلك هذا النصف، ماذا يبقى لدينا؟ يبقى لنا زائد جذر إكس مربع زائد واحد، لما إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية فقط. انتبهوا أرجوكم أبنائي حتى تتعلموا. لاحظوا لم أفعل شيء، هذا الواحد قد ترك، واستخرجت من هنا نصف ومن هنا نصف، أعيد النشر، نصف في ناقص إكس وناقص واحد على اثنان إكس، النصف في هذه العبارة سوف نعود إلى أصل هذه، لم أفعل شيء. الآن ماذا تقول القاعدة؟ لاحظوا إلى المعامل هنا بالقيمة المطلقة كم؟ بالقيمة المطلقة لا تهتموا إلى الناقص، هنا بالقيمة المطلقة كم؟ إنه واحد وهنا واحد. إذا كان المعامل هنا هذا وهذا انظروا إنهما متساويان معناه واحد واحد، فالحل الوحيد هو ما نسميه المرافق، يعني لا يخرجون العامل المشترك. أما إذا كانت هنا مثلا عندنا ثلاثة وهنا واحد فيمكن أن نستخرج بطريقة التحليل فقط. لاحظوا تصبح تساوي لنا ليميت واحد زائد واحد على اثنان، ثم نتابع جيدا. إذا فماذا ينتج؟ نستعمل ما نسميه المرافق اللي هو ناقص، هنا يمكن أن نستخرج نعم هكذا وانتبهوا، ناقص إكس زائد ناقص، أو نغير هنا الترتيب حتى تكون أمورنا، يعني هذه الكتابة ما هي التي يعني سوف تساويها نفس الشيء، أنه نغير نكتب الجذر ناقص إكس، معناها عندكم هكذا ناقص 5 زائد 6 هي 6 ناقص 5. لم أفعل شيء، هذه مجرد ترتيب الأعداد، لم أغير ولم أضرب في ناقص، فهذه في الأصل ماذا تصبح لكم؟ يمكن أن نغير كتابتها ونكتب هنا جذر إكس مربع زائد 1 ناقص إكس، لم أفعل شيء. هنا تعالوا نضرب في المرافق اللي هو جذر إكس مربع ناقص عفوا زائد واحد ناقص اكس في جذر اكس مربع زائد واحد زائد اكس على المقام
نضرب في المرافق، المرافق دائما إذا ضربنا فيه نقسم عليه. الرياضيات من تقول هذا؟ معناه هنا جذر إكس مربع زائد واحد زائد إكس هكذا. حتى إذا فعلنا هذا مع هذا سوف نعود إلى الأصل، فلنتابع جيدا. إذا لاحظتم، إذا هكذا مع قلنا إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية. عندنا في الرياضيات عندنا قانون أنه يصبح لنا هذا متطابقة شهيرة، كم؟ رقم 3 اللي هو أ ناقص ب في أ زائد ب. ماذا تقول الرياضيات؟ تساوي مربع الأول ناقص مربع الثاني، معناها يصبح لنا ليميت 1 زائد 1 على 2 في المقام اللي هو يبقى كما هو اللي هو إكس مربع زائد 1 تحت الجذر زائد إكس. أما البسط فيصبح لنا أولا هذا يذهب جذره، معناه يصبح لنا إكس مربع زائد 1 ناقص هذا مربع اللي هو ناقص إكس مربع، فيذهب هذا مع هذا لما إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية. لاحظوا معي، فماذا ينتج؟ يبقى لنا العبارة هكذا، تصبح تساوي لنا ليميت 1 زائد 1 على 2 في 1 على جذر إكس مربع زائد 1 زائد إكس هكذا، وانتبهوا معي هكذا لما إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية. لاحظوا هنا، هنا كم تعطي لكم النهاية في هذا المكان؟ ما لا نهاية، وهنا ما لا نهاية، ليس عددا تعني أن نحن عند زائد ما لا نهاية، هذه زائد ما لا نهاية، وهنا زائد ما لا نهاية. واحد على ما لا نهاية، كم؟ واحد على ما لا نهاية إنه صفر، فهذه وجدناها النهاية كم؟ صفر، صفر في نصف كم؟ إنه صفر، الصفر زائد واحد، إذا النهاية كم تعطي لنا؟ تعطي لنا واحد فقط أبنائي، أعيد حتى تفهموا، هذا الجزء هذه كم عندكم النهاية؟ ما لا نهاية، واحد على ما لا نهاية، صفر، صفر في نصف، صفر، هذا الجزء كله صفر، بقي لنا واحد، فهذا نقول النهاية إنها واحد وانتهى الأمر. إذا فتصبح لنا ما هو التفسير البياني؟ أو نقول ليميت اف لإكس لما إكس يؤول إلى الزائد ما لا نهاية تصبح لنا كم؟ واحد، فنقول إيكغيك يساوي واحد مستقيم مقارب، كيف هو؟ أفقي يا أبنائي، ليس عمودي، إنه أفقي. إذا حسبت النهاية عند ما لا نهاية ووجدت عدد ثابت فقولوا مستقيم مقارب أفقي فقط يا أبنائي، معادلته إيكغيك يساوي ذلك العدد الذي وجدناه لما قمنا بحساب النهاية فقط. بعدما حسبنا هذا الأمر نأتي الآن إلى أدرس تغيرات الدالة F، أكيد أعلم مجموعة التعريف على R، إذا نكتب هنا دراسة تغيرات الدالة F على مجال التعريف اللي هي R. إذا هنا هذه الدالة كيف هي؟ نقول الدالة F كيف هي؟ قابلة للاشتقاق على ماذا؟ على مجال التعريف اللي هو R، ودالتها المشتقة هي تصبح لنا F فتحة لX يساوي، ركزوا هنا قد جلبت معي عبارة الدالة G، لا ربما سوف نجد عندها علاقة مع الدالة G. ما هو مشتق ناقص واحد على 2X؟ مشتق كل عدد مضروب في X يبقى إلا العدد، معناه ناقص واحد على 2. ما هو مشتق الواحد؟ الواحد بما أنه ثابت يذهب إلى الصفر، زائد هذا عدد مضروب في هذه الدالة الجذرية، قلنا العدد في المشتقة يبقى يتبع، مثل ما قلت لوندا اف فتحة تساوي لنا لوندا في اف فتحة، يعني العدد يبقى يتبع ليس الاكس، لو كان اكس لا يصبح لنا مشتق جداء دالتين، مشتق الاول في الثاني زائد مشتق الثاني في الاول. عندنا مشتق الدالة الجذرية ماذا قلنا؟ مشتق الدالة الجذرية قلنا هو مشتق ما بداخل الجذر اللي هو اكس 2 اكس، مشتق ما بداخل الجذر، اذا مشتق ما بداخل الجذر هو اكس 2 اكس زائد واحد لما يشتق يذهب الى صفر، مشتق ما بداخل الجذر على 2 في الجذر اللي هو جذر إكس مربع زائد 1 فيذهب هذا مع هذا. لاحظوا ودققوا معي، تصبح لكم ناقص 1 على 2 زائد 1 على 2 في إكس على جذر إكس مربع زائد 1. لو نلاحظ جيدا، أليس هذه العبارة هي نفسها هذه العبارة وهي تساوي ناجي لإكس؟ يقول أحدكم لا، لا ألاحظ هذا. يا أبنائي عندنا كسر،
أليس البسط في البسط والمقام في المقام؟ فيمكن الدمج بين هذه الكتابة وتصبح لكم هكذا، إلا أن واحد في إكس هو إكس. أليس هذه الآن ناقص واحد على اثنان زائد إكس على اثنان في جذر إكس مربع زائد واحد هي نفسها جي لإكس؟ نعم. إذا تصبح لنا نقول ومنه آف فتحة لإكس تساوي لنا جي لإكس. والجي لإكس يا أبنائي سوف نأتي لجلب جدول تغيراتها حتى تلاحظوا الجي لإكس ما هي إشارتها. ليس جي فتحة، إنها جي لإكس. انظروا إلى جي لإكس، ها هي جي لإكس. قيمها أين هي؟ قيمها تقع ما بين ناقص واحد وصفر. نقول و جي لإكس أقل تماما من الصفر وأكبر تماما من ناقص واحد. نحن لا يهمنا أقل من أكبر تماما من ناقص واحد، ما يهمنا هو أقل من الصفر. إذا هذا ماذا يعني؟ يعني أنه إف فتحة لإكس أقل تماما من الصفر. لماذا أبنائي؟ ما يهمنا هو أن جي لإكس لا يهمنا مع الناقص واحد، أهمنا إشارتها بالنسبة إلى صفر. فتصبح لنا هنا من الجدول ماذا نلاحظ؟ من الجدول نلاحظ أن هذه جي لإكس قيمها تكون أقل من الصفر. إذا جي لإكس أقل تماما من الصفر، هذا ماذا يعني؟ والجي لإكس هي نفسها الإف فتحة، فتصبح لنا إف فتحة أقل تماما من الصفر. إذا ماذا يمكن نقول؟ بما أن مشتق هذه الدالة إف ظهر أنه سالب، نقول ومنه الدالة إف كيف هي؟ متناقصة تماما على مجال التعريف اللي هو على R فقط أبنائي. إذا كما قلت أبنائي، إذا الدالة هذه متناقصة تماما على مجال تعريفها R. كيف؟ لأن وصلنا إلى أن مشتق الدالة F هي G لX، وG لX قيمها كلها تقع تحت الصفر. إذا فما يعني أن G F فتحة لX أقل تماما من الصفر، أي أن الدالة متناقصة تماما على مجال تعريف R. بعدما أنهينا مع هذا السؤال نتطرق الآن ثم شكل جدول تغيراتها. إذا نكتب هنا جدول تغيرات، عفوا جدول تغيرات الدالة التي اسمها F على مجال التعريف اللي هو على R. هنا ما علينا إلا جلب المسطرة هكذا ونقوم برسم الجدول. وقل دائما وأنصحكم باستعمال المسطرة يا أبنائي حتى تكون أموركم جد منظمة. إذا هكذا ثم عندنا هكذا وننطلق في عملية الملء. هنا عندنا X من ناقص ما لا نهاية إلى زائد ما لا نهاية، وعندنا كذلك الاف فتحة لإكس، وعندنا كذلك الاف لإكس. الاف فتحة كيف قلنا؟ قلناها تقع أقل من الصفر، إذن فهي سالبة، إذن فنضع هنا إشارة ناقص، انتهى الأمر، لأنها قيمتها سالبة معناها أقل من الصفر معناها سالبة. ثم نأتي إلى هنا ونضعها كذهب السهم نحو الأسفل. نضع الآن نأتي إلى النهايات. النهايات قد حسبناها عند الزائد ما لا نهاية كم؟ واحد. وعند الناقص ما لا نهاية كذلك قد حسبت كم؟ ها هي عند الناقص ما لا نهاية إنها زائد ما لا نهاية. إذن نأتي إلى هنا ونضع ما نسميه هنا زائد ما لا نهاية، وهنا وجدناها واحد فقط أبنائي. لاحظتم يعني الأمر جد بسيط. بعدما أنهينا مع هذا السؤال نتطرق الآن أبنائي إلى سؤال آخر. قال ثالثا بين أن المستقيم دي ذو المعادلة إيكلاك يساوي ناقص إكس زائد واحد مقارب مائل لسي إف بجوار ناقص ما لا نهاية. إذا نكتب هنا البرهان أن المستقيم دي كيف هو؟ مقارب مائل بجوار من؟ الناقص ما لا نهاية لمن؟ للمنحنى أو المنحني سي إف. إذن حتى يكون مستقيم مقارب مائل، ما هي القاعدة؟ إذن نقول حتى يكون دي مستقيم مقارب مائل لكن بجوار الناقص ما لا نهاية للمنحنى الذي اسمه سي أو سي إف، سي أو سي إف، يجب أن ماذا تقول القاعدة؟ أنه ليميت إف لإكس ناقص إي غريك لما الإكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية، لأن قال بجوار ناقص ما لا نهاية، يجب أن نجدها تساوي صفر. تعالوا ننطلق، فتصبح لنا هكذا ليميت الإف لإكس، ها هي الإف لإكس،
اسمعوا جيدا، ها هي اف لي اكس ناقص ايكغاك، ها هي الايكغاك، انظروا ناقص معناها اصبح لنا هكذا ناقص اكس زائد واحد هكذا لما الاكس يؤول الى ناقص ما لا نهايه. تصبح ركزوا نقطة نقطة أبنائي ولا تتعجلوا فيما يخص الحساب، نحن قلنا يجب أن النهاية كم؟ صفر، فتصبح لنا ليميت ناقص واحد على اثنان إكس زائد واحد زائد واحد على اثنان في جذر إكس مربع زائد واحد، ثم عندنا هذا الناقص ندخله هنا، تصبح لنا ناقص تصبح زائد إكس ناقص واحد، أولا هذا مع هذا قد ذهب، لاحظتم؟ ناقص واحد وزائد واحد قد ذهب مع بعض. ثم يبقى لنا ماذا؟ يبقى لنا هنا إكس وهنا ناقص واحد على إكس، ركزوا واسمعوا، إكس مع ناقص واحد على اثنان إكس، هذا أجمعه مع هذا، واحد بالزائد والآخر بالناقص، نوحد المقام، هنا اثنان وهنا اثنان، أصبح هنا اثنان إكس ناقص إكس، كم؟ إنها إكس على من؟ على اثنان، اللي هي واحد على اثنان إكس، يعني إكس على اثنان هي واحد على اثنان إكس، حتى نفهم الفكرة جيدا، الآن معناه تصبح لنا يمكن أن نحذف هذا الجزء وهذا الجزء هنا ويبقى لنا مثل ما حسبناه الآن واحد على اثنان إكس لما إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية. يمكن أن نستخرج النصف هذا والنصف هذا عن مشترك إلى هنا، فينتج لنا ليميت واحد على اثنان في إكس زائد جذر إكس مربع زائد واحد لما الإكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية، ما زلنا مع ناقص ما لا نهاية. بما أن هذه القيمة المضروبة هنا في إكس وهنا مضروبة في إكس، لأنه نعوض هل زالت على ثنتين أم لا؟ لاحظوا هنا هذه ناقص ما لا نهاية وهنا زائد ما لا نهاية، على ثنتين. بما أن هذا هنا واحد وهذا واحد فإنهم متساويان، فهنا ما هو الحل إلا ما نسميه المرافق. تصبح تساوي لنا ليميت نضع واحد على اثنان وهنا تصبح لنا إكس ناقص جذر زائد جذر إكس مربع زائد واحد ضرب مرافقه اللي هو إكس ناقص جذر إكس مربع زائد واحد على إكس ناقص جذر إكس مربع زائد واحد. لم أفعل شيء لما إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية، ضربت في شيء اسمه المرافق، فلنا الحق أن ننزع هذا من هنا ونعود إلى أصل الكتابة. إنها متطابقة الشهيرة رقم ثلاثة التي تعطي لنا ليميت واحد على اثنان، أما في البسط فتعطينا هذا مربع اللي هو إكس مربع ناقص هذا مربع الجذر يذهب، تصبح لنا ناقص إكس مربع زائد واحد على إكس ناقص الجذر إكس مربع زائد واحد. ندخل هنا الناقص وهنا الناقص، فماذا يحدث؟ أنه هذا هنا تصبح لكم كما أشير وهنا تصبح لكم هكذا، ها هي الكتابة التي تصبح، تصبح لنا إكس مربع ناقص إكس مربع ناقص واحد، يذهب هذا مع هذا، ها هما قد ذهبا هكذا وهكذا، لاحظوا ماذا بقي لنا؟ بقي لنا هذا الأمر لما الإكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية، أرجوكم انتبهوا. الآن تعالوا نلاحظ، هنا عوضوا بناقص ما لا نهاية، كم؟ ناقص ما لا نهاية، وهنا جذر الناقص ما لا المربع هو ناقص ما لا نهاية، هو زائد ما لا نهاية، ركزوا حتى لا أخطل عليكم الأمور، إذا ننتبه جيدا. إذا لاحظوا كيف أفسر، عندنا هذه ليميت إكس ناقص جذر إكس مربع زائد واحد لما الإكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية، لاحظوا هنا ماذا تعطي لكم؟ في هذا المكان تعطي لكم ناقص ما لا نهاية، وهذه ماذا تعطي لكم؟ هذه يا أبنائي ركزوا، هذه تعطي لنا زائد ما لا نهاية، لماذا؟ لأن ناقص ما لا نهاية مربع هو ناقص هو زائد ما لا نهاية، جذر الزائد ما هو زائد ما هو الناقص هذا الذي ما زال قبل، لأن هنا ناقص في زائد إنها ناقص، ناقص ما لا نهاية وناقص ما لا نهاية، ليس حالة عدم التعيين إنما هي ناقص ما لا نهاية، فتخيلوا هذه كليا وجدتموها ناقص ما لا نهاية، واحد على ناقص ما لا نهاية، كم؟ إنها صفر، صفر في النصف يعطي لنا صفر، إذا هذه النهاية تعطي لنا صفر وهو ذلك المطلوب، تابعوا جيدا. إذا لاحظتم أبنائي، إذا وجدنا نهاية الفرق اللي هي ليميت اف لإكس ناقص إيكغاك
لما الاكس يؤول الى ناقص ما لا نهايه وجدناه كم؟ يساوي صفر. نقول ومنه دي مستقيم مقارب مائل لي سي اف او لي سي المنحنى السداسي بجوار ماذا؟ الناقص ما لا نهايه فقط. لاحظتم ابنائي لماذا؟ لان قلنا هذه نهايه ناقص واحد على اكس ناقص جذر اكس مربع زائد واحد، قلنا هات تذهب الى صفر في النصف تساوي صفر، وقد شرحت لكم لماذا؟ لان هذا المقام كليا نهايته هي ناقص ما لا نهايه. ناقص واحد على ما لا نهايه انها صفر، في النصف انها ماذا؟ انها صفر. بعدما انهينا مع هذا قال ادرس وضعيه سي بالنسبه الى دي. هنا ما علينا يا ابنائي الا ان نكون ننتبه جيدا، لان سوف نتحدث عن المتراجعات الصماء التي درستموها في السنه الثانيه. اذا نكتب هنا دراسه وضعيه من؟ وضعيه سي بالنسبه الى المستقيم دي. اذا نقول ماذا؟ نقول لدراسه، هذه قاعده عامه، لدراسه وضعيه منحنى بالنسبة إلى مستقيم في الحالة العامة ندرس ماذا؟ إشارة الفرق بين ماذا؟ بين اف لـ x ناقص y. هكذا تقول القاعدة. على مجال التعريف هذا، على مجال هذا التعريف على دي اف، يعني على مجموعة الدالة، مجموعة التعريف دالة اف، فتصبح لنا هكذا اف لـ x ناقص y يساوي الاف لإكس اللي هي ناقص واحد على اثنان إكس زائد واحد، زائد واحد على اثنان في قلنا جذر إكس مربع ناقص أو زائد واحد، ناقص الإكراك، ها هو الإكراك اللي هو كم؟ قلنا أصبح لنا هو ناقص إكس زائد واحد. بعدما ندخل الناقص هذا ننشره هنا بالداخل، أكيد سوف تصبح لنا العبارة هكذا، ركزوا أرجوكم، تصبح لنا العبارة هنا، تصبح لنا زائد وهنا ناقص، قلنا ذهب هذا مع هذا فأصبحت تساوي ناقص واحد على اثنان إكس زائد، لاحظوا مع هذا انظروا إكس مع ناقص نصف، قد حسبناها في الأول في الأصل حتى نعود إلى أصل هذه الكتابة كل مرة، لأن دائما في دراسة الوضعية أعيد إلى هذه الكلمة وقولوا ننزع كلمة ليميت فقط، يعني هي نفسها هذه الكتابة نزع لها الليميت. لاحظوا إذن فوجدنا أن هذا ذهب مع هذا، وعندنا واحد على ناقص واحد على اثنان اكس زائد اكس بعد توحيد المقام كم نجد؟ اذا هنا اثنان وهنا اثنان، تصبح لنا واحد على اثنان اكس زائد واحد على اثنان في جذر اكس مربع زائد واحد. نستخرج النصف عامل مشترك، ماذا يبقى لدينا؟ يبقى لدينا اكس زائد جذر هكذا اكس مربع زائد واحد. الان سوف ندرس هذا، اذا ندرس اشارة، نقول ندرس وانتبهوا أرجوكم أبنائي إلى هذا الأمر، نقول ندرس إشارة من اللي هي إكس زائد جذر إكس مربع زائد واحد. هنا أجد يجد صعوبة كثير الطلبة من دراسة إشارة ماذا؟ هذه العبارة الخطية مع العبارة الجذرية. ركزوا هنا أرجوكم، إذا نقول ننقل هذا، لاحظوا إذا قلنا أنه نفرض أن هذه القيمة موجبة، نفرضها أنها موجبة، ركزوا فتصبح لنا هكذا جذر إكس مربع زائد واحد أكبر أو يساوي ناقص إكس. ركزوا جيدا هنا أقول نفرض، وهل هذه الفرضية معناها لا تتنافى مع الأمر مع الرياضية؟ لاحظوا قلت هذا ننقله إلى الطرف الآخر، تصبح لنا جذر إكس مربع زائد واحد أكبر أو يساوي ناقص إكس. هنا سوف ماذا نقول؟ نناقش حالتان، لاحظوا وانتبهوا. الحالة الأولى ألف، إذا كان إكس أقل أو يساوي صفر، معناه هذا الإكس كيف هو؟ أقل أو يساوي صفر. ركزوا، إذا كان هذا الإكس أقل أو يساوي صفر، فإن ماذا؟ فإن إذا جئنا الآن إلى هذه وضربناها في ناقص، نضربها في ناقص كلا الطرفين، فيصبح لنا ماذا؟ يصبح ناقص إكس أكبر أو يساوي الصفر. يقول أحدكم لماذا؟ يا أبنائي لاحظوا، فرضنا إذا كان إكس أقل أو يساوي الصفر، الآن أضربها في الناقص ماذا يصبح؟ يصبح لنا ناقص إكس أكبر أو يساوي الصفر، معنى هذه القيمة كيف تصبح؟ تصبح موجبة، وهذا في الرياضيات دائما كيف هو الجذر؟ كيف هو موجب، فإذا هو يقبله العقل أنه موجب أكبر أو يساوي الموجب.
إذا تقول القاعدة إذا كان هذا الجزء موجب وهذا بطبعه موجب لأنه تحت الجذر، فإننا نربع الطرفين، نقول نربع الطرفين فنجد. هذه هي القاعدة دائما، واللي لم يفهم هذه الأكتب حل متراجحات الصماء للسنة الثانية أستاذ نور الدين، سوف يجد عدة فيديوهات تتحدث عن هذا ويتعلمها. لاحظوا لما نربع الطرفين هذا ماذا يحدث له؟ لما إذا ربع يذهب له جذره، فتصبح له تصبح لنا هكذا إكس مربع زائد واحد. قلت هذا نربعه يذهب بالجذر. الآن ربعوا هذا، كيف نجده؟ نجده أنه أكبر أو يساوي ناقص إكس مربع اللي هو إكس مربع، مع الشرط أنه لاحظوا إكس أقل أو يساوي صفر. إذا ضرب في الناقص يصبح لنا ناقص إكس أكبر من يساوي صفر. هذا ذهب مع هذا يصبح لنا واحد أكبر أو يساوي الصفر. واحد قلت أكبر أو يساوي صفر، هل هذا الأمر تقبله الرياضيات؟ نعم. نقول ومنه إذا كان إكس أقل أو يساوي صفر فإن المتراجحة كيف هي؟ محققة مهما كان إكس أقل أو يساوي صفر. لاحظتم الشرط الأول الذي نتحدث عليه، إذا كان عندنا هذا الإكس أقل أو يساوي الصفر فإن ضربنا العبارة في الناقص فوجد أنه ناقص إكس أكبر من الصفر، فيصبح هذا موجب وهذا موجب، نربع الطرفين. إذا ربعنا الطرفين فأصبح أن واحد أكبر من الصفر، هذا مقبول في الرياضيات. فنقول ومنه أن مهما كانت إكس أقل أو يساوي الصفر فإن المتراجحة محققة مهما كان إكس. الآن نأتي إلى الحالة باء. الحالة باء إذا نقول باء إذا كان إكس أكبر أو يساوي الصفر، نضرب الآن هذا في ناقص حتى نتحصل على هذه القيمة اللي هي كام؟ ومنه يصبح ناقص إكس أقل أو يساوي الصفر، ناقص إكس أقل أو يساوي الصفر، يعني هذا يصبح قيمة كيف هي؟ هذا قيمة سالبة. الآن هذا في الرياضيات كيف هو؟ إذا عندنا جذر إكس مربع زائد واحد قيمة مهما كان قيمة موجبة، وهذا كيف قلنا عليه؟ حسب الحالة الثانية سالبة. إذا فيصبح لنا هنا ناقص إكس، هذا اسمعوا جيدا، هذا قيمة موجبة وهذا قيمة ها هي أمامكم كيف هي؟ سالبة. هذا قيمة سالبة. هل في الرياضيات أن الموجب أكبر من السالب؟ نعم. نقول اسمعوا جيدا، نقول ومنه المتراجحة محققة مهما كان إكس أكبر نعم مهما كان إكس أكبر أو يساوي الصفر. ها هو الحالة، ها هي الحالة. إذا كلا الحالتين لم نجد تناقض. الحالة الأولى إذا كان إكس أقل المتراجحة محققة، إذا كان إكس أكبر المتراجحة محققة مهما كان، لأن هذا موجب والآخر سالب. مهما كان هذا موجب والآخر سالب دون أن نتعب عقولنا، لا نربع الطرفين. لماذا؟ نربع الطرفين إذا كان هذا موجب وهذا موجب، أما إذا كان هذا موجب وهذا سالب. يقول أحدكم يا أستاذ وإذا كان هكذا، نعطيكم مثال، إذا كان مثلا إكس مربع هكذا، إكس مربع زائد واحد أقل أو يساوي مثلا ناقص إكس، وأصبح هذه القيمة أصبحت هذه القيمة مثل ما تلاحظون هنا قيمة سالبة. هذا سالب وهذا في الرياضيات دائما موجب، هذا موجب قلنا وهذا سالب، هل هذا موجود في الرياضيات أن السالب أقل من الموجب؟ نقول لا يوجد حل للمتراجحة، يصبح لا يوجد حل. وأما في حالتنا هذا فيوجد لنا حلول، يعني مهما كان إكس هذا ينتمي أو أكبر أو يساوي صفر فهذه المتراجحة تصبح لها حلول. إذا كلا الحالتين محققة، نقول ومنه إذا فوجدنا هذه القيمة، إذا فمنه إكس مربع زائد إكس تحت الجذر هنا وهنا إكس زائد هذه قيمة موجبة مهما كان، إنها قيمة موجبة مهما كان هذا إكس، لأن في الأمر الأول تحقق وفي الأمر الثاني تحقق. نقول أي أصبحت أن إف لإكس ناقص إيكغ قيمة كيف هي؟ موجبة. ركزوا جيدا. إذا ماذا نستنتج؟ نستنتج الأمر التالي، نقول ومنه
سي اف او سي يقع ماذا فوق دي؟ لماذا؟ لان اشاره الفرق قيمه موجبه يا ابنائي، لاحظتم؟ اذا لحل لحل لدراسه اشاره من هذا النوع نفرضها انها هذا، نفرضها انه يذهب الى الطرف الاخر، ونناقش في الحالتين انه مره ناقص اكس هذا يكون اكبر من الصفر فنربع الطرفين، او ناقص اكس يكون اقل من الصفر مثل ما ظهر هنا مباشره فقط ابنائي. اذا هذه هي الوضعيه، اذا وضعيته ان سي اف يقع فوق هذا المستقيم دي فقط. بعدما انهينا مع هذا السؤال وقلنا انه تذكروا ان المنحنى يقع فوق هذا المستقيم دي، ناتي الان الى انشئ بعنايه. اولا لانشاء بعنايه، اولا لاحظوا ابنائي قلنا عندنا اي جراد يساوي لنا واحد مستقيم مقارب افقي، مستقيم مقارب افقي ها هو يا ابنائي. انظروا هذا نسميه إيغراج يساوي واحد. عندنا هذا المستقيم المقارب المائل بجوار الناقص ما لا نهاية، ما علينا إلا استعمال الجدول المساعد اللي هو هنا عندنا إكس وهنا إيغراج. إذا تخيل لو نعطي للإكس صفر، الإيغراج كم يصبح؟ يصبح واحد. إذا إكس صفر إيغراج واحد. تخيلوا لو نعطي للإكس واحد، الإكراك كم يصبح؟ هذا يذهب مع هذا الصفر. إذا النقطة أ يعين مستقيم بنقطتين أ و ب. النقطة أ الإكس عندها صفر والإكراك واحد، ها هي. النقطة ب واحد مع صفر، ها هي. ثم نأتي الآن لرسم هذا الأمر هكذا. لاحظوا ها هو أمامك، انظروا وتابعوا. إذا هذا ما نسميه دي، هذا ما نسميه دي. لاحظوا أبنائي، نحن قلنا الوضعية، يمكن الآن أن نحسب اف لصفر. لماذا؟ لأنه سوف يساعدنا حساب اف لصفر اللي هو التقاطع مع محور التراتيب. تعالوا نحسب اف لصفر، هنا صفر صفر صفر، فيذهب هذا لأن ناقص واحد في صفر، وتبقى لنا هنا واحد زائد واحد على اثنان، وهنا تعطي لنا في جذر واحد، يصبح لنا واحد زائد واحد على اثنان، عفوا قلت واحد على اثنان، هنا اثنان وهنا اثنان، يصبح لنا ثلاثة على اثنان. إذا اف لصفر تساوي لنا ثلاثة على اثنان اللي هي واحد ونصف، الواحد ونصف ها هو مضربه هنا. إذا كيف يأتينا هذا المعلم؟ المنحنى يأتينا بطريقة بسيطة، هو يظهر أنه هنا عندنا، لا تنسوا أنه عندنا دي، فيأتيكم هكذا. كيف؟ ها هو يأتينا من هذا المكان، إنه يقع ها هو ينزل إلى تلك المستقيم المقارب الأفقي، ها هو. ومن أين جاء؟ جاء من هنا من الأعلى وبدأ ينزل، عفوا بدأ من الأعلى وبدأ ينزل، عفوا بدأ من الأعلى وبدأ ينزل هكذا. ها هو هذا فقط، يعني دون أن تكبروا حتى واحد يأخذها، لا لا، هنا يعني يكفينا إلى هذه الأمكنة فقط. ونكتب ماذا؟ نكتب سي أو مثل ما سمي لنا سي فقط. أعيد، جاءنا من هنا ونزل إلى الواحد والنصف واتجه نحو إيغراك. إذا جاء هنا، ما هنا كان عندنا دي ونزل إلى إيغراك يساوينا واحد، فجاء هكذا واتجه نحو الواحد. لاحظتم؟ يعني مثل ما أشرح لكم هنا. وهكذا قد أنهينا هذا التمرين الرائع أبنائي. وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء، أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو، كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على روح أمي الطاهرة، كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك، إنها صفحة الأستاذ نور الدين، ليصلكم جديدنا باستمرار. وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.